السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الحافظ الراجي، وين دار المقال تاعو. كان منتظر، كنا انا وعلى الناس كنت ننتظر في حافظ الراجي، وين قال لهم هو ليس مجرد فوز بالسداسية وفقط، ماهيش قضية تاع فوز برك، قضية رد الاعتبار، رد الثقة المنتخب الوطني، رد الثقة اللاعبين نفسهم، رد الثقة بين اللاعبين بين المنتخب والجماهير الجزائرية. شأنها كيفاش نهار ضربة تاع بوركينا فاسو، تفاجأنا التعادل، تفاجأنا رانا كيما يقولك من 2018 ما شفناش ذاك الاداء تاع امام بوركينا فاسو، خاصه في الشوط الاول. الشوط الثاني تفاجأنا من ذيك النتيجه، وتفاجأنا من الاداء تاع المنتخب الوطني الجزائري. هذه هي رغم الشوط الاول التعيس، خاصه الخاص للمنتخب الوطني الجزائري امام النيجر في الجوله الثالثه من تصفيات كاس العالم، والمردود الفردي والجماعي مثير للتساؤلات والعلامات الاستفهام لبعض اللاعبين، إلا أن الأداء في الشوط الثاني والهدف الخامس الذي سجله أشبال بالماضي وتوفر بدائل لازمة للمدرب الوطني خاصة في خط الوسط والهجوم كانت كافية لطمأنة الجماهير كرة القدم في الجزائر حول مستقبل التشكيلة الجزائرية، خاصة بعد التعادل في مباراة سابقة أمام منافس من مباشر في مجموعة المنتخب بوركينا فاسو، وبعد تصرف الغريب والمفاجئ لقلب الهجوم نادي نيس أندي ديلور الذي طالب من جمال بالماضي إعفائه لمدة سنة من المشاركة مع المنتخب الجزائري حتى يتفرغ لناديه، في وقت كانت المشاركة المهاجم يعني السويس المهاجم نادي سويسري محمد أمين عمورة في أول خرجة موفقة لحد بعيد. ونتمناو له، أنا وعد الناس هذا اللعاب اللي نتمناو له النجاح والسير على خطى إسلام سليماني. عند نهاية الشوط الأول كانت أفكار في كتابة مقال تحت عنوان الفوز وفقط، في الإشارة إلى الأداء المتواضع وعدم قدرة العناصر المنتخب الجزائري على إيجاد حلول وبلوغ درجة فقدان التركيز وعجز عن الوصول إلى شباك المنتخب النيجيري خاصة في الشوط الأول. ونقولوا باللي إلى أن تمكن من ذلك إذ كرة ثابتة بواسطة القائد المايسترو رياض محرز ليكون أداء جيد في الشوط الثاني، والأهداف الخمسة المسجلة جعلتني أتدارك الأمر وأكتب عن الثقة في النفس والروح الانتصار العالية لأشبال المنتخب الوطني وفعالية الهجومية والتغييرات التي جاءت في محلها ووقتها لتمنح نفس جديد وريتم عالي وفوز عريض، يؤكد أن الأمر لا يتعلق بمجرد فوز وفقط، بل هو تأكيد جديد على الاستمرار سلسلة المباريات من دون خسارة لتبلغ 30، وتستمر ديناميكية النتائج التاريخية لتزيد من ثقة اللاعبين في قدراتهم على تكرر المباريات الكبيرة ومواصلة مشوار التميز والتألق كل مرة إن شاء الله يا ربي. وهو ليس مجرد فوز، لأن المدرب أحدث 4 تغييرات مقارنة بمواجهات الأخيرة ضد بوركينا فاسو دون أن يفقد المنتخب توازنه وتركيزه أو يتأثر بتأخر في فتح المجال التسجيل، بل حافظ على المعدل التهديفي الذي بلغ 5 أهداف في مباريات الثلاثة الأولى للتصفيات، وهو أعلى 15 هدف، يعني وهو أعلى معدل في كل مباراة المجموعة لحد الآن، ما يعني أن المنتخب الجزائري بإمكانه، نقولوا بلي بإمكانه الحفاظ على ناسقه مهما كانت التشكيلة الأساسية، سواء كان ذلك بحضور بليلي أو بالرحمة بونجيح أو سليماني بالسمعيني أو محمد فارس، أو في الحضور أو غياب بالعمري وعطال، لأن عبد القادر بدران ومحمد أمين عمورة وزرقان وهشام بوداوي لا يختلفان في الجهد والمردود عن غيرهم في إطار المنظومة
اللعب المتوازن وروح الفردية والجماعية العالية وإصرار كبير على مواصلة المشوار بنجاح لبلوغ مونديال قطر إن شاء الله. إحنا كما يقول لك قطر وهو ليس مجرد فوز وفقط، بل كان موعد إسلام سليماني ليكون لكي يصبح هداف التاريخي للمنتخب الجزائري ب 37 هدف، ليتفوق على النجم السابق عبد الحفيظ تصواوت ويتربع على عرش الهدافين التصفيات المؤهلة لمونديال قطر بست أهداف، ليؤكد أنه ظاهرة تستحق التنويه والتقدير والاحترام، خاصة بعد الحملة التشويه التي تعرض لها في مشواره الكروي الذي يمكن تصنيفه ضمن أفضل مشاوير اللاعبين المحترفين في تاريخ الجزائر، رغم المنافسة القوية التي يجدها من طرف بنجاح عمورة وبعد انسحاب أندي ديلور الذي يبدو أنه أدرك قوة المنافسة على مركز قلب الهجوم في المنتخب، ففضل رمي المنشفة بحجة تفرغ لفريقه عوض رد الجميل لبلد جعل منه دولي وبطل إفريقيا وينتمي لأحد أحسن المنتخبات العالمية حاليا. هو ليس مجرد فوز بمباراة في تصفيات كأس العالم، بل كان مناسبة لاستعادة الثقة ببعض الجماهير التي تزعزعت نسبيا في مواجهة بوركينا فاسو التي لم تكن أصلا سيئة، كونها جاءت في بداية الموسم صعب بدنيا وفي ظل نقص المباريات عند بعض اللاعبين الذين تجاوزوا ظروف بتعادل أمام منافس مباشر، مثلما تجاوزوا أرضية الميدان الكارثية التي لعبوا فيها مباراة جيبوتي والنيجر والتي لم تكن في مستوى البلد اسمه الجزائر ولا في مستوى منتخبها الذي يبقى بحاجة إلى اتحادية قوية تحميه من لعنة الكواليس التي تبقى بدورها هاجس، وبحاجة إلى ملعب في المستوى قيمة وسمعة التي لم يتردد في الدفاع عنها مهما كانت الظروف، لأنه لم يعد مجرد منتخب بل أكثر من ذلك في أعين الجزائريين، وهذه حقيقة على بالك. حنا إن شاء الله بربي ونشوفوا باللي هذا حنا كي نشوفوا هذا المنتخب ما هوش غير منتخب تاع كرة قدم، فيه بزاف صوالح، والله لا فيه بزاف صوالح. هذا المنتخب يعني اللي فيه بزاف فيه بزاف معاني، فيه بزاف يعني تشوف اللي كان اللي يقول لك باللي هذو كان اللي يخرج يقول لك راهم باغيين، لا جماعه انا تبالي باللي ما كاش اللي يبغي السوء لهذا المنتخب، انا تبالي اللي يخرج يهدر ويزقي ويعاير هذاك حب للمنتخب تاعو، واحد يبغيك يهدر لك في وجهك، واحد اللي يبغيك يهدر لك في وجهك، حنا حب هذاك، انا واحد من الناس الله غالب الله غالب حب المنتخب الوطني، نتكلم كيما هكا انا حب المنتخب الوطني الله غالب، انا وين نضمن روحي نهدر على روحي، وين حب المنتخب الوطني يعني وين نشوفوا باللي الحمد لله يا ربي هذه السداسيه وين تعطي نقولوا باللي هذا الفوز، وين رد يعني تشوف الوجوه البارح والنامس في الندوه الصحفيه قبل الندوه قبل المباراه، تشوف كيفاش الناس مديقوتيا تهدر مديقوتيا مور البارتيه، الناس تضحك التبسيمه العريضه الظهر كاشتي الناس كاع فرحانه على هذيك اللي نقولوا باللي ودي باش يجي واحد يقول لك الناس كانت الثقه حتى من المدرب، وكان يشوف باللي اللاعبين فاقدين الثقه، كان خايف بالخميس كان خايف، الجمعه مور البارتيه الناس كاع تضحك كاع فرحانه كيفاش، على هذيك نقولوا باللي المنتخب الوطني الجزائري يعني وين نشوفوا باللي المنتخب الوطني الجزائري هو الذي يعني نقولوا باللي كيفاش المنتخب هو اللي يصنع السعاده لكل الجزائريين، انا نقول لكم انا واحد من الناس منبع الافراح المنتخب الوطني الجزائري، ما كاش حاجه واحده اخرى منبع الافراح، على هذيك نحوسوا بكاش جزائري اللي يمشي متمني يشوف المنتخب الوطني الجزائري في قطر في الكوب دي موند، ما كاش اللي تقولوا لي كي ما كاش هذه، انا ما نشك في تا واحد، انا خاطر نشوف باللي خاطر كاين ناس اللي يهضروا اول هذاك ما يبغيش يديروا تربح غادي، وانت راك انت تبغي تدعم السوم تاعي شا غادي دير، ناس انا ما نجيبش نشك في واحد نقول لك الاخر راه لا ما كاش، خاطر كاع يبغوا ليكيب ناسيونال وكاع يبغوها تاهل وكاع يبغوا يشوفوا ليكيب ناسيونال
في احسن احواله. خرج من كاش اللي كان يقول لك اه لا الاخر يكره، لا الاخر باغي تخسر، ما كاش هذه كاش. خرج فريق وطني عنده سر بينه وبين بين 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 الجزائريين، كاين سر، كاين سر بيناتهم. هذه اللي نتمناو ان شاء الله بربي المنتخب الوطني يكون في الطريق الصحيح.